احنا النهاردة عند الطفلة حنين. البنت كانت ما بتشوفش بعين، دلوقتي تقريبا عندها 7 سنين، ولما راحوا يعملوا لها عملية علشان ترجع تشوف تاني، فالعملية فشلت والدكتور قال لا خلاص انا ماليش فيها زي ما كان العادة ممكن يحصل مع بعض الاطباء، للاسف ما بقتش اشوف. وكانت المشكلة الكبيرة ان هم استغاثوا بينا، لان العين نفسها كمان التانية دي قفلت، محتاجين على الاقل بس حاجات يعني العفش البيت ونشوف في امكانية البنت ترجع تشوف تاني. انا بحتي الامونيتي وبحتي عفشي وبحتي حتى كل حاجه، انا والتلاجه، وقلت لا خلاص دم حاجه هتحيي بنتي. الحاجات دي مع الزمن بتتعوض. نقول الحمد لله ماما، والحمد لله ان ربنا يعني لسه مديها نور في عينيها التانية. بس كنت نفسي افرح بيها والله اكتر كمان، يعني الحمد لله. يا ام حنين والله لازم وجعتي. شو بقى حاجات حلوه النهارده؟ فين اخواتك؟ جايبين لهم الحاجات اللي هم محتاجوها، ولكن الاهم ان هو من الاسبوع اللي فات ان هم تم التعامل مع البنت واتعمل لها عمليه تاني بحيث ان هي تبقى العين مفتوحه. الله اعلم، هنعرف دلوقتي هل هي هتعرف تشوف تاني او ربنا قدر وان شاء الله يعني يكفي ان العين التانيه بتشوف بيها باذن الله تعالى، بس العينين يبقوا شبه بعض. مصر أحلى مع وفاء طولان، الجمعة الرابعة عصرا على شاشة المحور.